العثمانية كان أقطاب المعارضة العربية ضحايا لسياسة الخداع والغش من جانب فرنسا وبريطانيا، وكانت الدولتان تقدمان الوعود بالجملة للمعارضين العرب. وتحولت باريس ولندن في بداية هذا القرن إلى محج ومقصد لزعماء المعارضة العربية. وعندما انهارت الدولة العثمانية افتضحت الخديعة الكبرى، إذ نكثت الدولتان بكل وعودهما السابقة للعرب. وتأكيدا للخديعة يقول لورنس العرب في مذكراته إنه كان يشعر بالغثيان من كثرة الأكاذيب التي كان ينقلها من حكومته إلى القادة العرب. أليست هذه الصورة لما جرى في تلك السنوات مطابقة لما يجري الآن مع العراق، حيث تسرف أمريكا وبريطانيا في إطلاق الوعود للشعب العراقي وزعماء معارضته بأنهما تريدان إنقاذ العراق من نظام صدام حسين وإقامة نظام ديمقراطي جديد؟ ألا يخشى أن تكون لندن وواشنطن تستخدمان المعارضة العراقية حصان طروادة أو طابورا خامسا لإضفاء نوع من الشرعية على الخطط الصهيونية؟ ما هو الدور الإسرائيلي في كل ما يحدث للعراق؟ ويتساءل البعض، أليس من المضحك والمعيب أن يكون مارتن إنديك هو الذي يرسم خطط مستقبل العراق مع المعارضة العراقية؟ أليس في اختيار هذا الشخص بالذات ما يؤكد أن إسرائيل وأخطبوطها الصهيوني هي التي تسير السياسة الأمريكية والدولية تجاه العراق؟ هل يجوز تغيير نظام عربي بهذه الطريقة؟ لماذا هذا الصمت العربي الرهيب تجاه ما يحدث للعراق؟ أليس ما يحدث للنظام العراقي الآن قد يحدث في المستقبل لأي نظام عربي آخر وبنفس الفجاجة؟ لكن في المقابل، لماذا أصبح الحوار مع واشنطن ولندن جرما لا يغتفر؟ لماذا نلوم المعارضة العراقية على شيء يمارسه معظم الأنظمة العربية في السر والعلن؟ ألم تصبح قضية العراق قضية دولية أكثر منها عربية؟ ألم يصبح التخلص من النظام العراقي رغبة دولية وعربية وعراقية؟ أليس من الصعب عودة العراق إلى الأسرة الدولية في ظل نظامه الحالي، وأن استعادة العراق إلى الصف العربي لن تكون سهلة في ظل هذا النظام؟ أليس من الخطأ الفادح صغار المعارضة العراقية والمسارعة إلى عدم التعويل عليها؟ أليست الخلافات الموجودة بين أقطاب المعارضة العراقية طبيعية وصحية؟ أليس من التجني وصف المعارضة العراقية بأنها معارضة دكاكين وفنادق خمس نجوم؟ ألم تستطع المعارضة في الأيام الأخيرة أن تطال أحد أهم رموز النظام، ألا وهو نائب رئيس النظام العراقي؟ لماذا تتهم المعارضة بالتنسيق مع شخصيات ذات ميول إسرائيلية، ولا يتهم النظام العراقي الذي تقول المعارضة إن مسؤولين عراقيين التقوا مع مسؤولين إسرائيليين وقدموا وعودا مغرية لإسرائيل مقابل أن تستغل نفوذها لرفع الحصار عنه؟ ألا يتمنى النظام العراقي وبكل قوة أن يفتح حوارا مع الأمريكيين؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على السياسي العربي ليث شبيلات، رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، وعبر الأقمار الصناعية من لندن وفيق السامرائي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية السابق. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال بالأرقام التالية 8888840 8888841 8888842، ورقم الفاكس 3116522. مشاهدي الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل. ما هي الرؤية الشرعية؟ يقول بأن المعارضة العراقية تتعرض في الآونة الأخيرة ومنذ فترة في واقع الأمر إلى حملة ظالمة. يعني ما العيب أن تتعاون هذه أو تنسق هذه المعارضة بحكم وجودها في الخارج مع يعني بلدان ذات نفوذ كبير مثل الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل فعل شيء ما بخصوص العراق، خاصة وأن القضية العراقية برأي البعض أصبحت قضية دولية أكثر منها عربية أو عراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أبعث تحية إلى العراق من هذا المكان، من الدوحة التي تحب العراق، من هذه العاصمة العربية التي من حسن حظي أنني أناقش قضية العراق من عاصمة عربية، بينما الأخ شاءت الظروف أن يكون في بريطانيا، ولعل ذلك أقرب إلى الواقع كما هو سنكتشف بعد قليل. أحيي العراق بشعبيه ورسميه الذين يقفون في وجه أمريكا الآن، وأحيي تلك المعارضة العراقية التي رفضت
أن تتعامل مع الأمريكان وأن تتعامل مع الأجانب، ونحترم موقفها، ولعل موقفها قريب موقفي في أننا نرفض الاستبداد ونرفض طريقة الحكم الشمولي. فيجب أن نقدم أنفسنا نحن إلى الجمهور العربي، أنا ومناظري، من نحن؟ عندما كنت معارضا وما زلت أعارض دائما الشمولية والاستبداد، كنت معارض العراق، كان الأخ على ما يبدو رئيس استخبارات، قلت لي نعم رئيس استخبارات العراقية، أي أنه باني النظام العراقي، باني النظام الذي يشتكي منه، ولا أدري، أكيد كان بعثيا إذا وصل إلى رئيس استخبارات وما إلى ذلك، أكيد لا أدري كم شخصا أيضا ارتكب ظلما بحقه، إن كان قتلا أو غير ذلك، حتى يبني هذا النظام الذي كنا كلنا نقف في وجه سياساته قبل أن تدخل أمريكا على الخط. نحن بدأنا بدعم العراق بعد أن وقفت أمريكا ضده، بينما الأخ بقي إلى ما بعد ذلك دعم العراق حتى خرج، وهو الآن مع الاستخبارات الأجنبية، ولعل ذلك لعله كان قبل ذلك مع الاستخبارات، لا ندري. والسؤال الذي تطرحه يا أخي، هل يقبل الشعب العربي أن يتعامل أحد مع الأجانب؟ في المرة الماضية عندما كنت معكم هنا في مناظرة أردنية، استعملنا ألفاظ لطيفة وألفاظ مهذبة وألفاظ، لأن الشعب الأردني يرفض أن يرى مناقشات بين أردنيين من الخارج، كانت من الدوحة، كلامي في الدوحة غير كلامي في عمان. نعم. هذا لا يطيقون أن نتكلم من عاصمة عربية بشكل آخر، فكيف الآن لو عرفوا أنني أتعاون مع الأمريكان وأتعاون مع الصهاينة وأتعاون مع غيرهم؟ وهل لا السؤال الآن أنا رئيس جمعية مناضل الصهيونية العنصرية، الآن هنالك من يسأل من المتشددين من أصدقائي، أليست هذه جلسة تطبيعية؟ تطبيعية مع السيد وفيق السمراء؟ يعني ما هي الصهيونية العربية؟ هذه المعارضة كل ما يقول نتنياهو تقولوا هي، يعني يقولونه بلغة عربية فقط. والآن لم آتي لأناظر الأخ الكريم، أنا أتيت هنا لأناظر الشق الذي ذكرته في كلامك، الأنظمة العربية التي تقف ضد العراق، الأنظمة العربية المتآمرة العراق، سنأتي على كل هذه الأنظمة العربية الساكتة على العراق وهو يذبح. طيب سنأتي على كل هذه النقاط. سيد وفيق السمراء في لندن، سمعت هذا الكلام، تفضل. يعني أولا دكتور، أنا أقترح خلي برنامجك شوي يصير طويل، ما راح تكفينا ساعة ونص. طيب. وما أدري ليش السيد ليث بدأ وكأنما المسألة شخصية بيني وبينه، وبدأ يتحدث بطريقة لا تستند إلى معلومات واقعية، وأنت كما أشرت جنابك دكتور فيصل يقول الإسرائيلي بأن العرب لا يقرؤون ولا يفهمون. أنا أعتقد أن كثير من العرب لا يقرؤون ويطلقون الأحكام بدون ما يتأكدوا منها، وهذا مخالف لمنطوق الإسلام وللقرآن الكريم. والأخ ليث شبيلات بصفته إسلامي أو توجهه إسلامي ما لازم يبدأ بكيل التهم، خلينا ننقل الموضوع إلى ناحية علمية بحتة. تفضل. فالآن نبدأ بالحديث. نحن المعارضة العراقية لم تكن وليدة اليوم، ولم تكن وليدة الاجتماع مع مارتن إنديك والسيد ديريك فاتشت عندما أعدم صدام الوجبة الأولى من العراقيين في شهر 1/1969، لم تكن هنالك علاقة مع الأمريكان. وعندما أعدم نار مقزار ومجموعة الضباط الأحرار في سنة 1973، لم تكن هنالك أمريكا. وفي مؤامرة 1979 اتهم القيادة السورية، وهو اتهام غير صحيح، وأعدم 40 من قادة الحزب والدولة. وعندما حصلت إعدامات أخرى كثيرة لم تكن أمريكا قد دخلت على الخط. يا سيادة الضيف العزيز، أنا كنت مدير استخبارات وأنا ضابط صغير أيضا قبل ذلك، وكانت CIA معي في بغداد مع الرئيس صدام، الذين تقولون الرئيس صدام، كانوا يزودوننا في المعلومات بشتى المجالات. والضباط الذين شاهدتهم في بغداد شاهدتهم في شمال العراق بعد ذلك. فيجب أن تكون طروحاتنا منطقية. مارتن إنديك نحن لا نتعامل معه على أساس أنه صهيوني. مارتن إنديك هو موظف أمريكي في الخارجية الأمريكية، وأنا شخصيا التقيت بالأمريكان للمرة الأولى فقط منذ مجيئي إلى لندن
قبل سنة ونصف، وأترك لك الحديث ثم لأبدأ بالتعليق. طيب لا. يعني الأخ اعترف قال أن يقول هو أن CIA كانت موجودة في العراق قبل ذلك. CIA في العراق تجتمع مع من؟ تجتمع مع البقالي؟ تجتمع مع مدير استخبارات؟ مع من تجتمع؟ إذا علاقات مع CIA إذا كانت موجودة فهو معترف أنا له علاقة مع CIA سابقا. وبعدين ما ذكروا عن العراق سابقا الأستاذ، أنا كنت ضد العراق في ذلك، أنا ضد هذا، ضد الإعدامات، ضد كبت الحرية، ضد كل ذلك. أما الآن المطروح ليس الحرية وعدم الحرية، المطروح هل يغير هذا بالاستعانة بالأمريكان؟ هل يغير هذا بالاستعانة بالصهيونية؟ هل يتطابق مشروعنا مع المشروع الصهيوني ومشروع العراقي؟ أنا أحيي تلك المعارضة العراقية التي رفضت ذلك. عندي شاب بسيط شيوعي هارب من العراق، لاجئ سياسي في ألمانيا تعرفت عليه، وشيوعي مطرود من العراق. عندما حدثت هذه الحادثة إذا به الآن بقبضه وقبيضه ينقلب للدفاع عن العراق برسميه وشعبيه، لأن الآن الموضوع الدفاع عن العراق، وما عاد القضية قضية صدام حسين وقضية من يغير صدام حسين. يعني الآن بعدين الأمريكان يعملون لنا قانون تغيير النظام في العراق، يعني أصبحت القانون معروف على أرض أمريكية، أصبح العراق أرض أمريكية. بكرة قانون تغيير فهد، بكرة قانون تغيير الملك حسين، بكرة تغيير قانون عندك وبنى قطر. هل هذا شأن أمريكي ليخرجون لنا القوانين؟ عندما تأتي أمريكا لتغير في العراق، كل شهم كان يعارض يقف مع بلده، مع عروبته، مع أمته، والمعروف كما جاء في مقدمتك ماذا تريد أمريكا وبريطانيا من العراق. يعني هذا المعارض مع يعني باحترام أو يعني كان نوري السعيد، كان يقال أن نوري السعيد له علاقات مع الإنجليز، كان رجل وكان كان يهابونه، يعني مش طرطرة مثل هذه الذي نراها الآن، ناس حصان طروادة. يعني أنت خذت، أنا أريد أن أقول هذا الكلام، أولا حصان طروادة، وأنا أريد أن أنتقل أرجوك هذا الموضوع مكتوب عند الشارع العربي، أنا أمثل الشارع العربي ثم أقول، والآن ستسمع الاتصالات. أنا أريد أقول لماذا الأنظمة العربية، مش الأستاذ وفيق اللي هو لا حصان طروادة وغيره، ليش الأنظمة العربية ساكتة على هذا ودورها قادم؟ طب ذكر حصان طروادة سيد وفيق، أنا رأي سمعت هذا الكلام، أنه يعني كيف يمكن الوثوق يعني بي 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 بالولايات المتحدة وبريطانيا؟ هل تعتقد أن الولايات المتحدة تريد الخير للعراق أو لأي بلد عربي آخر؟ يعني أعتقد الموضوع بسيط جدا، التجويع، القهر، القتل، الدمار الذي ألحقته الولايات المتحدة وحتى بريطانيا بي 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 بالعراق، وتأتي الآن وتتحدث عن قيام دولة ديمقراطية وتتساعد مع المعارضة، ألا تعتقد أن في ذلك الكثير من يعني المبالغة إذا صح التعبير؟ حتى ما تأخذنا المغالطة إلى مداها الأبعد، فأنا عندما قلت كانت CIA في بغداد كانت تمثيل رسمي يعني بعلم صدام، وأنا كنت منسب ضابط ارتباط من قبل صدام مباشرة. فيا سيد ليث، عندما نكون الارتباط مو يعني نحن مرتبطون، ولكن النظام كله مرتبط وهو بالتوجيه. فلماذا أنت لا توجه اللوم إلى صدام لأنه كان يتعامل مع الأمريكان؟ توجه اللوم إلى مدير استخباراته لماذا كان يجتمع بهم؟ اجتمعت معه ووجهت له اللوم بذلك. نعم، لقد اجتمعت به عندما أخرجت السجناء وذكرت له هذا الموضوع. نحن نريدك أن توجه اللوم هنا وليس لا 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 أين أوجه الآن؟ لا 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 أنت الآن أذكره أمام 200 مليون عربي، كل من يتعامل مع CIA صدام أو غير صدام مرفوض عند العرب. لا تمثل الشارع العربي، أنت مواطن عربي لا تمثل الشارع العربي، وثم أنت لا تمثل العراقيين. المسألة العراقية منفصلة عن المسألة القومية العربية ولكنها جزء منها. كيف يعني بالله؟ والله ما نقبل إحنا المسألة العراقية تتحول إلى مسألة أخرى أبعد. خلونا مرة أخرى أقول، خلونا من الشعارات إلى الوقائع المادية. كم واحد منكم يعني تقفز المسألة العراقية، تقفز فوق العرب إلى أمريكا؟ إذا كنت تسمح لأمريكا أن تتدخل، لا تسمح لعربي أن يتدخل؟ هل تقبل هذا الحديث؟ أنا أقبل أنت لا تغارب أستاذ وفيق، أنا أقبل أن تكون المسألة عراقية، بل أطالب أن تكون عراقية، أما لا تقفز من فوق العرب لتكون مسألة أمريكية. أكمل وخلي النقاش بناء يصير. تفضل. نحن لكن سيد سمر رأي يعني سؤال وجيه. تفضل. نعم، نحن مطالبين بالدور العربي، وإذا تقرأ جنابك في صحيفة القبس، في صحف الأخرى،
في الحياة. أنا كنت مطالب بالدور العربي والآن أطالب بالدور العربي، ولكن أنت لا تستطيع أن تقول بأنك ممثل الشعب العربي ولا تمثل 100 مليون ولا تمثل العراقيين. أخي سبيلات، خلينا كل واحد ينطلق من الزاوية. ولا تستطيع أنت أن تتهمنا بأننا على صلة مع الأمريكان. أنت غلطان وتستند على معلومات خاطئة وتخالف منطوق القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا أخطأ فأنت يجب أن تتأكد قبل أن تتهم. أحسنت. إذا كنت مخطئا فأنا أتوب إلى الله. ماذا تفعل في بريطانيا؟ ماذا تجتمعون مع الأمريكان؟ ما هذا القانون الأمريكي اللي إذا تدعون معه؟ ما هذا المئة مليون اللي بدو؟ أرد عليك أيضا، أرد عليك أيضا. ما لكم علاقة فيه؟ اسمع اسمع أخو فيه، إذا ما كان لك علاقة فيه فأنا أقدم احترامي لك. إذا ما كان لك علاقة فيه، أنا أتكلم بعموميات، ما في بيني وبينك شيء شخصي. كل من ليس له علاقة أنا أحيي كل العرب العراقية التي لا تقبل صدام حسين، لكن لا تقبل أن تتعامل مع أمريكا. لكن الحرية لا تقبل صدام حسين. ومع الصهاينة. ما يخالف، أنت لا تستطيع أن تفرض موضوع البحث كما تريد، ولكن أنا أقول لك الأمريكان أرادوا معاونتنا لإسقاط صدام بدون شروط فنحن نقبل المعاونة يا حبيبي. إذا كانت لديك عقدة من الأمريكان فهذا شأنك، أما نحن لنا علاقة أنت خطأان. أحسن. إحنا ما لنا علاقة. أحسن. إذا كانت لنا علاقة. أرأيت. إذا لنا علاقة فلنا علاقة مع أشقائنا العرب بالدرجة الأولى. ما شاء الله. ولكن عندما يقولون الأمريكان، أزيدك علم أيضا بأن نحن نقول الأمريكان وغير الأمريكان يتحركون وفق دائرة اسمها قرارات مجلس الأمن أو المصالح الأمريكية. نحن في المعارضة العراقية نتحرك وفق دائرة معينة اسمها المصلحة الوطنية والتغيير السياسي في العراق. فهاتان الدائرتان ربما تلتقي فيما بينهم وتكون تقاطع إيجابي، وربما تتنافر وتبتعد. أنا 4 سنوات ما زرت أمريكا لحد الآن، وعندي دعوة من رئيس اللجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل 3 شهور، ولحد الآن أنا ما رايح إلى أمريكا ولا ملتقي بالأمريكان، لكن مستعد أن ألتقي أمام شاشات التلفزيون وأنا أسمع المقابل بدون حساسية وأسمع صوتي بوضوح. فإذا التقت المصالح من أجل شعب العراق فمرحبا باللقاء. كيف تلتقي المصالح؟ الاتهام كيف تلتقي؟ أولا أنا لم أدعي أنني أمثل الشعب العربي، موقفي قلت ذلك. موقفي طيب معلش، موقفي مثل الشعب العربي، ولقد اعترفت بذلك ضمنا عندما قلت أنه لا مانع عندي. ما هي العقدة أن أتعامل مع الأمريكان إذا التقت المصالح؟ الأمة العربية بشارعها العربي ترفض أي واحد يتعامل مع الأمريكان لمصالح الأمريكان، مش بس لإزالة النظام في العراق، لأي أمر آخر. أمريكا الصهيونية، أمريكا التي تفرض. خلينا نكمل يا أستاذ. طيب سيد سمر، هلا بتقول لي يعني تفضل. ما هو العيب العمل في أمريكا؟ أمريكا أعلنت أهدافها، أهداف أمريكا ليس تغيير النظام في العراق، رسم المنطقة، فرض ما تريد. يعني تريد أن تقول لي أنك ستأتي بمعاونة أمريكا مستقل الإرادة تفرض سياسة مستقلة للعراق؟ حلو، كيف تريد أن أصدق هذا؟ يا عمي هو 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 قد مر رئيس دولة عربية، نقول شخص مسؤول حتى تبتعد الدائرة عن التشخيص، يقول من من العرب لم يتعامل مع الأمريكان؟ إحنا اللي ما تعاملنا. حتى صدام كما قال الدكتور فيصل متهالك على التطبيع ومتهالك على الاتصالات. أنا كنت أعرف، أنا في بغداد، أنا في الاستخبارات وأعرف ما هي الاتصالات التي كانت قائمة. أنا أعرف كم هو متهالك. يقول إذا بقى الحصار 1 مليون سنة نلاحظ ردود الفعل غير الطبيعية، لن نطبع مع إسرائيل. هذا كلام ساذج، كلام رخيص غير صادق. هم متهالكين على التطبيع، وهم الذين دفعوا السيد ياسر عرفات للاتفاق وباركوا يعني كلام له رخيص. ذلك الشعارات شكل والواقع هذا شكل. هذا قولك. نحن سمعنا التصريحات، الآن نسمع رد. يعني أنا لا أمثل، أنا لست ممثلا للنظام العراقي.
أنا عربي أمثل الأمة العربية، أمثل الشارع العربي، أمثل المشاعر الإسلامية، أمثل القرف الذي تقرف منه هذه الأمة من مثل هذه التصرفات. العراق الآن مكبل بشماله وجنوبه، مكبل كتلك الفتاة التي يكبلها أشقاؤها وهي تغتصب ثم إذا صرخت يخرسونها. لا يمثل هذه الحالة، يمثلكم أكثر مثلكم مظفر النواب بما قاله. مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس، نعود إليكم بعد موجز قصير من الأنباء. 900 قدم تحت سطح الماء. برنامج الاتجاه المعاكس. ليفش بلات، يعني طرحت أنا سؤال في البداية ولم تجب عليه حتى الآن. يعني القضية باختصار أن قضية العراق لم تعد بأي حال من الأحوال قضية عراقية أو عربية، ولا بد من تكاتف جهود دولية لمثل هذه القضية، ويصبح الدور الأمريكي والبريطاني في هذه الحالة طبيعيا كما 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 يرى البعض. أعوذ بالله، يعني هي قضية عربية، إذا قضية عراقية حلوها العراقيين بين بعض نحن مع ذلك، أما قضية عربية بكل تأكيد، لكن غياب العرب، تقاعد العرب متقاعدين، أين الرؤساء العرب، أين الحكومات العربية؟ حقيقة جئت هنا لا لأناظر، يعني المعارضة العراقية اللي تشتغل مع أمريكا هذه حصان طروادة، هنا أنا أريد أن أناظر على الهاتف وزراء الخارجية العرب، وزراء إعلام دمشق الذين أصدروا هذا البيان الذي أدمى قلوبنا. هؤلاء مدانون المحاصرون للعراق، إيران المحاصرة للشعب العراقي والعراق، سوريا المحاصرة للعراق، الأردن المحاصر العراق، هؤلاء أين موقفهم؟ هذه المناظرة يجب أن تكون مع هؤلاء، مش مع المعارضة العراقية اللي تتعاون مع الأمريكان. هذا الوجه الآخر للـ CIA عم بوقعوا مع حتى رواتبهم مباشرة، مش هذا تبع الإذاعة اللي في تشيكوسلوفاكيا، توقيع مباشر مع الـ CIA، راتبه من الـ CIA. الآن هي عربية، أنا لا أريد أن تكون دولية، هي عربية، أين العرب؟ كيف يغيب العرب ويسمحون لأمريكا أن 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 تتصرف مع العراق؟ ستأتي أمريكا بعد ذلك وتفعل ما تشاء بباقي العرب. الآن هنالك جريمة ترتكب، يقال أن يريد أن يحاكموا صدام حسين لجرائم إبادة الجنس البشري. الحكام العرب يجب أن يقدموا إلى محاكمة إبادة الجنس البشري. الجنس البشري العربي في العراق يباد. نحن جميعا الحصار عربي، لولا أن الحصار عربي ما كان هنالك حصار أمريكي. لو كسرنا الحصار لا يوجد حصار، ولا تجرؤ أمريكا أن تفعل أي شيء فينا. ماذا يحدث لو إيران فتحت حقيقة وما يشتغلوا سرا هذا الحكي السخيف، أو الأردن فتحت أو سوريا فتحت؟ هؤلاء مدانون جميعا. إذا أردنا أن نقلب الطاولة لصالح الأمة العربية على جميع هؤلاء، على أو أي دولة من هذه الدول أن تنفتح على العراق، انظر إلى سوريا كيف انفردوا بها الآن الأتراك. العراق الجريح وقف مع سوريا، ثم تأتي سوريا في إعلان دمشق وتسمح بضرب العراق ويستند كوهن إلى ذلك، أليس عيبا؟ وأنا مع ذلك مع سوريا، يعني ولا أقول حافظ الأسد وما إلى ذلك عندما هاجمت تركيا سوريا، أقول أنا مستعد لأن أموت دفاعا عن سوريا، مش بس عن سوريا، عن سوريا حافظ الأسد. هاي مشكلتنا نحن الشعب، نحن مع حكامنا دائما نقف معهم عندما تكون أمتنا في خطر. أما إذا زال الخطر نأتي ونقول تعال أريد حرية، أنا لا أقبل بشموليتك لا في سوريا ولا في العراق ولا في الأردن ولا هنا. نحن نريد للشعب العربي أن يصل إلى القرار، لا نريد تغيير أنظمة، مش مشكلة تغيير أنظمة. طيب ليش المهم النظام نفسه أن يسمح بالحريات. مشاهدي الكرام ابقوا معنا، نعود إليكم بعد هذا الفاصل الإعلاني. معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. سيد وفيق السامرائي، أعتقد سمعت السيد ليش بلات من هنا في الاستوديو، يعني إدانة متكاملة لكل الأنظمة العربية ولهذا الموقف العربي الذي وصفه بالمتخاذل تجاه العراق، وبأنه يعني سؤال بسيط، إذا كان العرب موافقين الآن على ما يحدث للعراق، فطيب يعني ما الذي يمنع أن أمريكا أن تفعل الشيء نفسه مع أي نظام عربي آخر في المستقبل القريب، يعني أن تفتعل معه قضية معينة وتبدأ بأن تحفر من تحته؟ أولا أخ ليث، مثل ما قاطعتك لا تقاطعني. طيب تفضل ولا همك. أنت تستخدم كلمات وحق يراد بها باطل، وأنت تثير فتنة كما أردت أن تثيرها في معان من أجل صدام حسين، وأنت تتهم اتهامات باطلة. أنت أحمد ربك تعيش في بلد تنعم به الديمقراطية،
وفي مخابرات واعية وأمينة، ولا كان أنت ما وصلت إلى الرويش. سيد وفيق السمرائي كي لا يتحول سيد وفيق السمرائي كي لا يتحول الموضوع إلى موضوع شخصي، أرجوك أن نبقى في الموضوع. أرجوك لما يقول ماردة ناظر المعارضة، خلي يعرف المعارضة ليست في حاجة لمناظرة إلى نحن حضرنا مع الجزيرة ولا عندما يقول هؤلاء حصان طروادة، لا أنت حصان صدام. فإذا نرجع إلى موضوع الآخر، سوريا وقفت مع الشعب العراقي، المملكة العربية السعودية مع الشعب العراقي، الدول العربية مع الشعب العراقي، ولكن لماذا لا يذهب السيد شبيلات إلى بغداد إلى صدام ويقول له الأمريكان سواء كانوا على حق أو على بطل يريدون إسقاطك، يريدون لا يرفعون الحصار ما دمت موجودا. يا صدام سلم الرئاسة إلى 6 من القادة العسكريين وانهي المشكلة في لحظة واحدة، العراق ليس ملك لك وتنتهي المشكلة. لماذا لا تقدمون هذه المشورة؟ من الذي فرض الحصار؟ أحسنت. تريد مني أن أكون عميلا أمريكيا يعني أن أذهب لأخدم مصالح أمريكا؟ لا أذهب لصدام ومن أذهب لرئيس صدام؟ اسمعني، وما الفرق بين الاثنين؟ دقيقة، أن أقول لرئيس صدام إن أمريكا لا تريدك، أرجوك أن تذهب؟ هل في هذا شرامة عربية؟ أنت أنا قلت لك يا أخ وفيق، يا أستاذ وفيق، قلت لك أنا عندما كنت ضد صدام أنت كنت تخدم صدام، والخليج العربي والأردن كان واقف مع صدام. اسمعني كنتم تنظرون أن الخميني لا يقف في وجهه إلا ديكتاتورية صدام، ولو كان هنالك ديمقراطية في العراق لما وقفت أمام الخميني. قرأت ذلك وجلست مع مفكرين العرب وسياسيين العرب. أنتم إذا كان هذا شرا فأنتم والعالم العربي الذي وقف معه صنعتموه، إن كان شرا فتعطئوا رؤوسكم لأنكم صنعتم هذا الشر، وإن كان خيرا لرب العالمين. أنت اللي ذهبت علينا القصور، وأنت اللي والعراقيين يعيشون في محنة كبرى، وطلعت اخذت المساجين الاردنيين اللي اراد صدام. طيب يا سيد سامر الرأي الموضوع ليس ليس شبلات، الموضوع ليس شبلات، يعني السؤال المطروح هل يمكن الوصول بهذه الوعود الامريكيه؟ دقيقه يا استاذ رفيق، اخ رفيق، هو يتجاوز على مصلحه الشعب العراقي. لا انا قلت لك، ما زلت اقول امام 200 مليون عربي أنا مع الحرية في العراق، مع الحرية السياسية في العراق، أنا ضد الشمولية في العراق، أنا ضد أن يكون النظام على ما هو عليه، لكن الموضوع هذا ليس وقت بحثه الآن، عندما كنت أبحثه سابقا كنت أنت والدول العربية تساندون ديكتاتوريته المزعومة تقول عنها أنها ديكتاتورية. الآن أنا أقول وكما قلت له، اسمعني منيح، قلت له أنا ما زلت على ما أنا عليه من رفض شمولية حكمك، لكن هذا الموضوع غير مطروح أمام العراق الآن، وسيادة العراق معرضة للخطر. وقلت له كما أقول علنا على التلفزيون، أرجو أن ينجو العراق من الأمريكان ومن عملاء الأمريكان، وأنا مستعد أن أقدم دمي في سبيل الحرية في العراق، يعني اعدمني. إذن إن شاء الله مرت اللخ، إذا توتر الموقف لا سامح الله، بدل ما تكون الحريم وبدل ما يكونون البسطاء والمساكين من العراقيين دروع بشرية، أرجوك تروح هناك للقصور. من عيني يشرفني، يشرفني ذلك. دفاعنا عن صدام أحسن من المعارضة القاعدة برا مع الأمريكان. لأن إحنا ما لقينا حكومة مثل الحكومة الأردنية، حكومة ديمقراطية وتسمح لك تنتقد جلالة الملك، وجلالة الملك يذهب إلى السجن ويأخذك يوديك على أمك. طيب يا سيد هذا الموضوع لا تشبه، هذا الموضوع ما راح نفتحه لأنه هذا مش موضوعنا، هذا مش موضوعنا. لنشرك رافع طلاب من السويس، تفضل يا سيدي. تسمعني يا فيصل؟ تفضل. صلب الموضوع هو أن نكون أحرارا أم أن نكون عبيدا؟ هذا هو صلب موضوع الحديث ما بين ليث وما بين وفيق السمرائي. وفيق السمرائي يمثل العودة إلى العبودية، كل ما تريده أمريكا، يعني أي طفل تسأله لن يخفى عليه ما تريده أمريكا من الأمة العربية، هي تريد قسم ظهر الجيش العراقي والعراق على اعتباره عمود الفقري للأمة العربية وطموحها في الوحدة مستقبلا، كي تقف الأمة العربية
حالة حال باقي الأمم، حالة حال باقي الأمة الأمريكية بذاتها، اللي الأمة الأمريكية يوما كانت عقيد للبريطانيين، اليوم أصبحوا هم أسياد العالم، حالهم حال الأمة الإنجليزية الموحدة، الأمة الصينية، الأمة الفرنسية، الأمة الألمانية، الإيطالية إلى آخره من الأمم. هذا حق مشروع صدام حسين يمثل هذا الطموح، وهذا الطموح بالذات هو ما يتخوف منه الأمريكان. أخذ على سبيل المثال السنتروفو، يعني قرن من الحرب لوليام إنجدال، هاي من ضمن الحقائق اللي يذكرها وليام إنجدال. هو طبعا حقيقة ما مكتشفه، وإنما حديث صدام بمؤتمر 89 في عمان ومؤتمر 90 في بغداد، لما جمعهم العرب وقال لهم بالحرف الواحد: يا أخوان يا عرب، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، يا سيادة الصباح انت بإغراق النفط مثل ما يطلبون عندك الأمريكان هنا تخنق العراق. طيب العراق يموت، خرجنا. طيب يا سيد طلاب، سيد طلاب، كي نبقى في الموضوع، يعني تعرف الموضوع متشعب وطويل وجدا، يعني اذا دخلنا بنقطة ستأخذ يعني كان الحديث بلا الموضوع. ارجوك ان تدخل في صلب الموضوع، اذا اكملت ارجوك ان اخذ مكالمة اخرى. طب صبرا بس لحظة، لا 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 باختصار، اضيف يمكن اضافة اخرى. موضوع العدوان الامريكي استخدم ادوات عربية بضمنها من حكام الخليج الى اخره. شاهد الحديث وفيق السمرائي اللي يدعي اليوم انه حريص على مصالح شعب العراق، باعتقادي هذه ادعاءات كاذبة لا تخفى على احد. و يعني طيب سيد، سأعطيك المجال سيد سامر رأي، لكن لأخذ مكالمة أخرى وأعطيك المجال مباشرة. سالم المراغي من الدوحة، تفضل يا سيدي. مساء الخير يا دكتور فيصل. يا أهلا بك وبالتحية للضيوف. أهلا بك. وما في تصور أن النظام العراقي لن يسقط، لأن أمريكا لا تريد ذلك. ونحن نردد مقولة ظاهرة الرحمة وبطنها العذاب، تلك المقولة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، بحجة أن كل شعب حر في اختيار قيادته. وتلك مقولات لا تنطبق على النظام العراقي الذي جرع العراق الويلات بسبب تدخله في الشؤون الداخلية للجيران وإلى حد الغزو وتغيير الأنظمة بالقوة. هذا النظام بعضنا أو الكثير منا يتعاملون معه لو كان نظاما ديمقراطيا 100%، وإن يداه غير ملطختين بالدماء. تلك نقطة. النقطة الثانية أن أمريكا لا تريد حقيقة إسقاط النظام العراقي مهما تظاهرت وادعت وحسدت وجيشت وسلطت الأضواء. النظام العراقي كان على مرمى حجر من قوات الاتحاد وبقيادة أمريكا، والظروف كانت مهيئة، ولكن تركوه حتى يستمر نزيف الأمة. وأمريكا عندما أرادت أخذت نوريجا حيا في قفص إلى أمريكا، وقبله أسقطت سلفادورا ليندي في تشيلي، ونصبوا بنشيه الذي أصبح ورقة محروقة الآن، ثم التدخل في غرينادا وهيتي من أجل تغيير الأنظمة بالقوة. والقائمة طويلة دكتور فيصل. بالطبع كعربي لا أريد ولا أتمنى العراق أو الرئيس صدام نهاية كتلك التي تحدث في جمهورية الموز، ولكن ما أرمي إليه هو أن أمريكا لا تريد حتى وإن تمنى أغلب القادة العرب. لذلك سبق النظام العراقي لآخر طفل عراقي ولآخر برميل نفط عربي. وشكرا سيد سلم المراغي، شكرا جزيلا. سيد سامر رأي، تريد أن ترد على سيد طلاب في البداية، تفضل. أنا أولا بالنسبة للأخ المتكلم اللي قال من السويد، أسأل بربه هو كان بالسويد أو من بغداد، بس ما في مشكلة، هو كان كلامه بنوع من التوازن. ولكن أولا نحن قادة الجيش، نحن أبناء الجيش، نحن الحريصين على الجيش العراقي، نحن الذين الآن نقول الجيش العراقي براء من صدام. صدام لم يبني الجيش، بنته سواعد العراقيين. موضوع الجيش العراقي، الجيش العراقي هو الذي دافع عن العراق بالحرب مع إيران وغيرها. فقادة الجيش كلهم ليسوا مع صدام، كلهم ضد صدام، ولكن الظروف الآن غير مناسبة. موضوع الحصار أيضا، الحصار لا أحد من العراقيين يريد الحصار أن يمتد، ولكن بقاء صدام للسلطة هو الذي تسبب في ذلك كله. وعلينا أن نتخلص من صدام لإنهاء هذه المحنة، وعلى المواطنين العرب، على الأشقاء العرب، مساعدة المعارضة العراقية بمشروع عربي للإطاحة بصدام. هذا ما طالبنا به عندما كنت أنا في سوريا وعندما كنت في عمان، ونطالب به في كل يوم. فخلي تساعدون العرب. أما يريد الأخ ليتش بيلات أن يعيد تسويق صدام بحجة التهديد الأمريكي الآن القائم، سيجعل لنا صدام في كل يوم مشكلة. الحرب مع إيران 10 سنوات 8 سنوات، وهسه بدتها 8 سنوات أخرى، وهكذا. إذن هي مبرر
لاستمرار صدام بالسلطات. يا جماعة يا جماعة الموقف ما يساعد، لازم ما دامك تهديد خارجي لازم احنا نقف مع صدام. هذه طروحات باطلة وغير مقبولة، وهي التي أدت إلى إطالة معاناة الشعب العراقي. نتطلع من كل الإخوان العرب أن يقفون معنا، نحن نطالب بموقف عربي. إذا فتحت الدول العربية مساعداتها ومساندتها للمعارضة العراقية ووجد أحد من المعارضين العراقيين يتعامل معنا الأمريكان، قولوا عليه عميل. ولكن تريدون أن نقبل بصدام؟ لا نقبل بصدام. لست أنا، الرضيع والإمرأة وكل العراقيين لا يريد صدام، لأنه هو مصدر التدمير. بعدين هو كيف أنتم تقولون، تقول أنت لديك اتجاه إسلامي، كيف تقبلون صدام أن ينتهك الحرائر؟ طيب هذا هناك كثير من الأسئلة بحاجة للأجوبة. طيب إسلامي أنا ليت بلا من فتن آخر الزمان، يعني تقول إسلامي. هلأ قلت لأحد القادة العرب، لا أريد أن أذكر اسمه، لو كان لينين عربيا وجاءت أمريكا لتؤدب لينين لاعتبرتها قضية إسلامية أتقرب بها لوجه الله أن أدافع عن لينين العربي. أمريكا ليس لها شأن فينا، هذا أولا. ثانيا المشكلة فقط إطاحة بصدام حتى يأكل الشعب العراقي، يعني العرب يحاصرون الآن، يحاصرون العراق من أجل إطاحة بصدام، أم يحاصرونه إطاحة للأمريكان؟ أن نجوع 19 مليون عراقي من أجلك وأجل الحكام العرب لكي تطيعوا أمريكا، ثم تدعون أنكم تغارون على الشعب العراقي؟ أنتم كتلك الأم المدعاة التي تدعي أنهم وتدعي بالأم، وتريدون أن تتنازعوا الأم مع الأم الحقيقية، فتقول لكم الأم الحقيقية لا خذوه، هذا ليس ابني. كيف تحاصرون العراق؟ كيف نجوع شعب أكمله لإطاحة صدام؟ بكرة تريدني أن نجوع شعب سوريا لإطاحة بحضر الأسد؟ هل تقبل ذلك؟ للإطاحة بالملك فهد؟ للإطاحة بالأردن؟ أنا لا أقبل ذلك. أنا لا أقبل أي واحد يتدخل بيني وبين النظام، وأنا من أشرس المعارضين داخل الأردن، ولا أسمح أن أتعامل مع الخارج ضد الأردن. هذا حكي حتى الشعب الأردني يرفض مني، لا يقبله مطلقا، ولو كنت أفعل ذلك لاحتقرني الشعب الأردني أكبر احتقار. الآن هل هذا الفوبيا اللي عندكم قضية صدام؟ فهو عندنا يعني فالعالم العربي كله دكتاتورين، يعني العالم العربي كله ما لقى بالديمقراطية، والأمريكا ما شافت لم ترى الديمقراطية إلا في العراق. ما شاء الله الخليج معبى ديمقراطية، ما شاء الله يعني سوريا ولا مصر ولا وين. هذا الحكي غير مقبول. أنتم مش بس لحالك، وأنا لا أعيد تسويق صدام، أنا الذي كنت ضد صدام وضد العراق حتى جاءت أمريكا، أنتم الذين كنتم مع صدام. ما بيطلع لك أبدا تقول لي أنا أريد تسويق صدام، بل على العكس أقول لك إن شاء الله ينجو العراق، وأنا أعهدك وأنا أذهب إذا بدك لبغداد الآن ممكن. وأنا مستعد على وسائل الإعلام العراقية إذا سمحوا بذلك يعني أن أعلن أنني ضد الشمولية في العراق، ولكن طيب. ليس هذا وقت لكن هناك سؤال مطروح يعني لم تجب عليه، سأعطيك المجال سيد سمر رأي، وهذا من فاك إنه السؤال مطروح. نحن لماذا نقيم كل هذه الضجة الآن حول إنه الأمريكان يريدون الإطاحة بالنظام العراقي؟ هناك من يتساءل هل الأمريكيون فعلا جادون في موضوع تغيير النظام؟ يعني السؤال مطروح إنه هذا النظام خدم قصدا أو عفوا استراتيجية الأمريكان في الخليج، وأعطاهم المبرر بعد الآخر، هذا من فاك، للتواجد ثم الاستقرار العسكري والسياسي في المنطقة، ولتكبيل دول المنطقة بأعباء اتفاقيات تخدم استراتيجية واشنطن وسياستها ليس في المنطقة فقط وإنما على الصعيد العالمي. هذا هو السؤال. لسوء الحظ في بعض الصحة في ذلك، لأني أنا كنت ضده لأنه لهذه المقولة. لماذا كنت ضده إلا لمثل هذه المقولة؟ أما وقد جاءت أمريكا الآن ضد العراق، بغض النظر من في العراق، فأنا ضد أمريكا وضد مطامع أمريكا. نحن كنا ضد العراق لأن الصراع مع 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 إيران كان يخدم المصالح الأمريكية، مش كما قال لأن الأخ وفيق التهديد الإيراني. طيب لنشرك عبد الأمير الركابي من باريس، تفضل يا سيدي. مرحبا. يا هلا. أولا يعني أنا أريد أحدد مسألة، أنه كل مشروع سياسي، كل تيار يمثل تطلعات شعب أو مجتمع أو طبقة، المفروض يعني يكون متطابق مع خصائص وميزات هذه الطبقة أو الفئة. خلينا نسأل، هل حدث في تاريخ العراق القديم أو الحديث أن فئة ما عراقية تعاملت مع الأجنبي ضد بلدها؟ هذا لم يحصل أبدا على الإطلاق. هاي مسألة مش عادية، مش عرضية، يعني هذه تطرح قضية جوهرية هي الافتراق ما بين هذه القوى وما بين تطلعات الشعب العراقي.
الولايات المتحدة الأمريكية طبعا الكل الحقيقة وبصورة عامة حتى الإعلاميين العرب ومنهم حتى الوطنيين يقعون تحت سطوة الإعلام الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تحارب العراق شعبا وسلطة وحركة وطنية، تحارب البلد عسكريا وفي الحصار طبعا تضع السلطة في الصندوق، تدمر الشعب العراقي وتريد إبادته، ولكن السلطة قد تتغير خلال المواجهة، قد تسقط اليوم أو غدا. المشكلة لن تتوقف، والمواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشعب العراقي ما مش حتتوقف، إنما عندما تشوه الحركة الوطنية العراقية الشعب العراقي لن يستطيع مقاومة الأمريكان في المستقبل. هذا الحيز الذي وضعوه الأمريكان لما يسمى بالتعاون مع بعض الناس العراقيين هو هدف تشويه صورة الحركة الوطنية العراقية لأغراض مستقبلية، وهذا جزء من الهجمة الأمريكية على العراق. هذا الكلام عن معارضة مش صحيح، ليس هنالك حيز الآن لشيء اسمه معارضة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. المعارضة كانت موجودة على طول، والمشكلة الديمقراطية هي من أكثر المشاكل، وأنا لا أقبل المقارنة أيضا بين سوريا والعراق أو أيا كان، لأن المسألة في العراق فعلا مسألة الديمقراطية مسألة عميقة وتخص كل الشعب العراقي. إنما الإشكال الآن أصبح مختلف تماما، اليوم هنالك هجوم من قوة غاشمة عاتية لم يعرف عنها في التاريخ أنها ساعدت شعبا صغيرا على أن يتحول إلى الديمقراطية على الإطلاق، وهي تريد تدمير العراق، تريد السيطرة على المنطقة، تريد إعادة رسم المنطقة من جديد، والعراق هو الحلقة الرئيسية في هذا الأمر. العراق كسلطة، العراق كشعب، العراق كحركة وطنية. طيب يجب الفصل والتمييز بين هذه كل من هذه المناطق. سيد الركابي كلام في غاية الأهمية، أوجه للسيد وفيق السامرائي في لندن. سيد السامرائي، سمعت هذا الكلام، تفضل. نعم، أولا المعارضة العراقية هي معارضة وطنية بعيدة عن الأمريكان وغير الأمريكان، وفي الوقت الذي كان الأمريكان يساعدون النظام كانت المعارضة تقف ضد من النظام. الآن نحن أمام نقطة حيوية جدا، هنالك شعب يدمر، بلد يحترق، سببه الظاهر المعلن هو وجود صدام في السلطة. علينا أن نتخلص من صدام ونتخلص من الأسباب الأخرى، أي عملية إحاطة، أي عملية التفاف حول صدام بدعوى التصدي للأمريكان هذا لسنا معنيين به. النظام العراقي وفي صدام حسين، ألا تعتقد أن المشكلة أكبر وأخطر من ذلك بكثير؟ المشكلة تستهدف السيطرة على المنطقة، تركيع المنطقة، تركيع الأنظمة العربية الأخرى بإعطاء يعني بتقديم النظام العراقي مثلا على ذلك. العراق هو المستهدف وليس النظام، لا أحد يتحدث ولا أحد يدافع عن النظام. يا دكتور مخطط صهيوني واضح كما يقول البعض. نعم يا دكتور فيصل، نعم. من الذي أتاح للأمريكان أن يدخلوا المنطقة؟ ومن الذي جعلهم يجلبون قواتهم إلى المنطقة غير هو صدام؟ من الذي حارب إيران؟ من الذي احتل الكويت؟ من الذي واصل الاعتداء على الدول العربية؟ من الذي فجر في سوريا وفجر في الأردن وأثار اضطرابات معان وأثار الفتن في كل الوطن العربي غير صدام؟ أمريكا لم تستطع أن تجلب جيوشها لولا أن صدام إن قدم لها هذه الخدمة التي لن يستطيع مليون عميل على وجه الأرض أن يقدمها للأمريكان. الخدمة الكبرى، العميل ماذا يستطيع؟ ينقل معلومات تافهة إلى الأمريكان والمفتشين يدخلون في كل مكان أم يؤيدهم؟ لكن صدام أعطاهم الفرصة الكاملة لحركة أساطيلهم وقواتهم والتمركز في المنطقة. أنا لا أعتقد أن الأمريكان يريدون تدمير دولة بعينها. نعم يريدون السيطرة على موارد معينة بطريقة أو بأخرى، ولكن الذي أعطاهم الفرصة هو صدام، فيجب أن نقضي على صدام وبعد ذلك تزال الحجة، تسقط الحجة. سيد وفيق السامرائي، كلام مهم جدا، كلام مهم ولا تتبلات. هل باستطاعتك أن ترد على هذا الكلام؟ كيف؟ إن صدام حسين هو الذي، أنتم مع مين تتعاونوا؟ مع الأمريكان ولا مع مين تتعاونوا؟ يعني هو السبب في إحضار الأمريكان يقول. طيب قلنا ذلك سابقا في حرب الخليج الأولى، وأنت قلت عن الحرب العراقية الإيرانية الأولى. أنا أريد أن أذكرك أنكم جميعا، أنت والعراق
معهم، ودول الخليج ودول العربي عندما قلتم بوابة شرقية وما إلى ذلك، كنتم تنظرون لصدام حسين، أنتم الذين بنيتموه. يعني هل أخطأتم هذا الخطأ الكبير؟ هل أنتم كنتم بهذه السذاجة عندما يعني أنت والدول العربية؟ إذا كنتم بهذه السذاجة فاعترفوا هذه السذاجة، لماذا بنيتموهم في هذا البنيان ثم بعد ذلك انقلبتم انقلابا شرسا عليه؟ الآن القضية ليست قضية صدام حسين يا أخي، الآن القضية قضية العراق الذي تريد أمريكا أن تسيطر عليه، هذه القضية. نحن لا ندافع عن صدام حسين لأنه صدام حسين، نحن ندافع عن العراق من أن تتدخل به أمريكا، وأنا لا أسمح لأمريكا. وين الدفاع عن العراق؟ أين هو الدفاع عن العراق؟ وين؟ أنا ما شايفك تدافع عن العراق، أنت كله بتدافع يا أخ ليث، تدافع عن صدام. إذا كنت تدافع عن العراق اطرح الآن، الآن وجه له مصالح الآن. التغيير، التغيير حتى تأتي عن الصلحة، حتى تأتوا أنتم لخدمة الصهيونية ولخدمة الأمريكان. يعني إزالة صدام مشان تيجي حضرتك أنت والمعارضة العراقية اللي جالسين في لندن بقانون يا أستاذ وفيق وتخدم أمريكا. أخ وفيق الآن خليني أحكي، خلينا نتكلم. أنت أكبر خادم للصهيونية في أطروحاتك. أنا خادم للصهيونية في أطروحاتي، الشعب العربي في أطروحاتك في الإبقاء على صدام. نعم عظيم. اسمع نعم اسمع، الشعب العربي يقرر في ذلك. شو رأيك تترك لندن اللي ما سمحت لك وزارة الخارجية أن تترك وتأتي كان مفروض يتحدث في هدوء ليس بهذه الضجة؟ خليني أكمل. طيب يا جماعة خليني أكمل. لماذا لا تأتي إلى الدوحة ونتجول أنا وأنت في أسواق الدوحة؟ الدوحة هذه دولة خليجية كانت ضد صدام، ألا تذكر؟ تعال نتجول أنا وأنت في أسواق الدوحة لنرى شعب الدوحة مع من؟ مع أطروحاتي أم مع أطروحاتك؟ بدل ما تجلس في لندن. أنا كانت لدي دعوة وبلغني بها الأخ الشيخ حمد والدكتور فيصل. ليدي مرة ثانية. طيب. مرة ثانية. روحك أنت ما تمثل كل أحد. طيب يا جماعة كينا ندخل في موضوع أحد. لو كانت مخابرات صدام بعمان كان أنت هسه كان ما وصلت رويشد يا أخويا. طيب. أمالك على الأقل كنت أموت في مقاومته ولا أخرج أشتغل مع الأمريكان. طيب ممتاز. لنأخذ حسن أسد. شهيد تروح شهيد. طيب. ليش شهيد؟ وماذا نريد غير الشهادة؟ لك الشهادة. طبعا نريد الشهادة. عيب تطلب الشهادة أستاذ وفيق؟ أنت هربان من الشهادة على نفسك وطالع برا. طيب حسن أسد من السويد تفضل يا سيدي. تحية لك ولضيفيك. يا أهلا بك. ليست لدي مداخلة ولا سؤال بل ملاحظة تدخل في صميم الموضوع المتناول في حلقة اليوم. إذا سمحتم تفضل. الملاحظ هو أن غالبية المدعوين لمواجهة رموز المعارضة العراقية في برنامجكم الاتجاه المعاكس أو في البرامج الأخرى هم غير عراقيين، يدافعون باستماتة عن النظام نحن العراقيون فقط نحس بظلمه ووحشيته. ألا يدل ذلك عن عجز النظام في إيجاد من يذوب عنه من بين شخوصه لأنه متفرغ لقمع المعارضة بأساليبه الهمجية تاركا مهمة الدفاع إعلاميا للذين واسمح لي أن أقول في البعض منهم مأجورين؟ إذا كان ردهم بأنهم عرب والقضية تهم العروبة لذلك يدافعون، معنى ذلك إنهم يذهبون بالعراق إلى التقسيم الذي يتهمون المعارضة به، حيث يعطون للأكراد عذرا للانفصال، كذلك التركمان والأرمن والأشوريين والسريان. فلكل هؤلاء مواطن في العراق لا يمكن نكرانها، لذا نحن وطنيون عراقيون ولسنا قوميون عنصريون. في لقاء مع مندوب النظام لدى الأمم المتحدة السيد نزار حمدون على قناة فضائية أخرى قال مثلا شعبيا عراقيا، هذا المثل حري بي أن أقول الآن نيابة عن كل العراقيين لغير العراقيين، وهو اللي يتلقى العصي مو مثل اللي عده، وللمداعبة يقول ربما قوله لذلك المثل كان سببا في عزله من منصبه. طيب لكن سيد حسن أسد، لكن سيد حسن السؤال المطروح يعني ليس لا أحد يشكك في هذا الكلام ولا أحد يعني طيب وسأجيب على الأولى. طيب. إذا أتوا لكم يا سيدي طيب. بعراقي يدافع، قلتم هذا يخاف من صدام حسين أن يضطهدوا، صح ولا لا؟ أتوا لك بشخص يقول لك أنا وقفت ضد صدام وما زلت ضد سياساته في الحريات إلا أنني لا أقدمها الآن ومستعد أن أقف مرة أخرى ضد سياساته في الحرية أو في منع الحرية إذا أصر عليها وقد لا يصر عليها في المستقبل، وهذا التزام مني وأنا مستعد أن
نحن نرفض، العراقيين يرفضوا، أنا أمثل في هذا المشاعر أكثر منك، نرفض الشمولية، نرفض الدكتاتورية، نرفض كل هذا الحكي، إلا أننا لا نشهر حرابنا الآن في وجهك وفي وجه العراق وحرائر العراق وأطفال العراق يبادون ويقتلون، هذه خيانة ما عادت وطنية. العراق مو بحاجتكم، مش انت بتقرر اخي العراق بحاجتي، انا عربي وانا انا عربي، اما تقفز من فوق راسي لتكون بحاجه الامريكان. شو سويت انت؟ طيب سيد حسن اسد اشكرك جزيل الشكر، تريد ان ترد سيد وفيق سامر رأي؟ نعم الاخ ليث، واقول الاخ ليث دائما يربط بين موضوع الدكتاتوريه في بغداد والدكتاتوريات العربيه. أنا ما شايف ديكتاتورية عربية في الدول العربية، وإذا كان هنالك نظام فيه قيود مشددة فهي لا تشبه الحالة الإجرامية السائدة في بغداد. أخليت مرة أخرى أقول لجنابك، إذا كان صدام كما أنت تريد أن تفسره وبموقف هذا وساعدك أن تكون معارض بارز أردني، لكن أرجوك أنت لا تمثل الأمة العربية ولا الشعب العربي، إحنا ترى بالأساس قوميين، يعني أنت بالأساس مو أصلاً مو قومي، يعني إحنا منطلقاتنا قومية وإحنا أقرب. هل تريد أن تقول لي سيد سامر الرأي سؤال بسيط؟ سيد سامر يعني الرأي هل تريد أن تقول لي سؤال بسيط؟ ليتس بلاد، هذه حجة عليك. طيب دقيقة ليتس بلاد، وفيق سامر الرأي هل تريد أن تقول لي أنك أنت تمثل الشارع العربي بهذه الطريقة التي تتعامل بها الآن لإسقاط نظام؟ أنا لا أقول أنا أمثل الشارع العربي، لكن أنا بصفتي شخص قومي في البدء أنا أقرب من ليث شبيلات إلى الشعب العربي وإلى المنطلقات القومية العربية التي نشأنا وتربينا عليها، فليس عودنا على فد شيء إحنا صدرنا. هذا جانب. جانب الدكتاتورية خلينا لا يميع القضية العربية لا يميع القضية العراقية، هنالك نظام دكتاتوري إجرامي في بغداد نريد التخلص منه، أما يريدنا ليث ننتظر 8 سنوات حرب مع إيران، 8 سنوات هاية و8 أخرى لما الله يأخذ روح الصدام، أود تصير المتغيرات تدريجية. حرائر العراق بحاجة لمن ينطق كلمة صريحة يقول هذا شخص ديكتاتور ظالم دمر العراق ودمر الأمة العربية. طب لكن سيد سامر الرأي، سيد سامر الرأي لكن ليس هذا الموضوع يا سيد سامر الرأي، أنت تخرج عن الموضوع هنا، الموضوع هذه الطريقة، هل يجوز يعني إسقاط نظام عربي بهذه الطريقة؟ نحن يعني نحن لا نشكك في ولا أحد يستطيع أن يشكك فيما تقول، لكن الموضوع ليس بهذا الشكل. هناك من يتساءل مثلا ألم تستفيد من درس الكونترا في نيكاراغوا؟ كيف جرى استخدام هؤلاء لاستنزاف بلادهم وثرواتها وأبنائها حتى يصل في نهاية المطاف إلى الحكم أناس آخرون تماما؟ يعني هذا هو السؤال المطروح. دكتور فيصل، أولا أنا ذكرت في بداية الموضوع ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنتم ما يصير تجون تحملون ذنب آخرين. العراقيين أسوة بالعرب، أسوة بالعالم، في كل دولة أكو ناس أحرار وأكو ناس عملاء، نحن لا لسنا مسؤولين عن تصرفات أشخاص معينين أخذوا أموال وتصرفوا بطريقة خاطئة. قلت لك إحنا ما عندنا صلات، استدعونا قالوا مارتن إندك والخارجية البريطانية يريدون أن يجتمعون مع المعارضة، نذهب لنسمع منهم ماذا يريدون، ماذا يقولون، ونسمعهم رأينا بصورة واضحة واسمعناهم. لكن السؤال مطروح، لكن السؤال مطروح سيد سامر الرأي، أنت عندما تجتمع بمارتن أندك وبدارك فاتشت في 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 لندن هناك أمور عريضة متفق عليها، هناك الآن ما يسمى بقانون تحرير العراق الذي أصدره الرئيس الأمريكي وصادق عليه الكونغرس الأمريكي وينص على تخصيص بالضبط 97 مليون دولار لإسقاط النظام العراقي. هناك الآن إذاعة تبث من براغ ضد العراق، يعني الموقف الأمريكي واضح تماما، وتأتي أنت وتجتمع بديريك فاتشيت وبمارتن أندك، ماذا تريد من الآخرين أن يقولوا عنك في هذه الحالة غير أنك تتعامل مع الأمريكان؟ قلت نفس الكلام، أنا قلت لك أنا حضرت اجتماع، وهذا لا يعني بأن أنا وأمثالي إحنا متعاملين مع الأمريكان، نحن لسنا مرتبطين بأحد، ولكن يا أخي نص العرب، 9 دول عربية تقيم علاقات بشكل أو بآخر مع إسرائيل، العشرات الشخصيات العربية تذهب وتتردد على إسرائيل، نكاد نحن الوحيدين اللي ما حكينا ويا إسرائيليين، يعني المجال ما فيه مزايدة علينا. لكن أن يأتي مارتن إندك وأنا أحرم نفسي في الاتصال به، وطارق عزيز يتوسل، ومحمد سعيد الصحافي يتوسل، وصدام حسين يتوسل أن يتكلمون معهم، ونحن نقول لهم لا اذهبوا لا نتكلم معكم، يقولون خلاص
سنتكلم مع صدام ويذهبون إلى صدام ونحن نريد تفويت هذه الفرصة. ولكن أنا أؤكد للأخ ليث ولجنابك ولكل الحضور بأننا لم نستلم فلسا واحدا من الأمريكان. احنا عفنا وجودنا وممتلكاتنا، وإذا كانت جتنا مساعدات فجتنا مساعدات بسيطة من أشقاء عرب صرف وحصرا من الخليج في السابق ليس الآن. هدية يجوز قدمها صدام حسين إلى سيد ليث شبيلة مثلا كافتراض. الحمد لله افتراض. الحمد لله لم أقبل أي هدية. الحمد لله لا من صدام حسين ولا من أي قائد عربي آخر. الحمد لله. ومن أجل ذلك لي حريتي في الكلام، ومن هنا أخذت حريتي في الكلام ليس مثل غيري. الآن نرجع. طيب يعني الآن طيب يا أخي أنت تقول أنا لا أجتمع مع الأمريكان. كلكم تجتمعون مع الأمريكان يعني، وتقول ليس لنا علاقة بأمريكا. صرفوا 97 مليون هذا تبع فراغ تبعكم تبع الإذاعة، موقع 12 ألف دولار، موقع عقده مع CIA مباشرة، موقع راتبه، وتقول ما تشتغلوا مع الأمريكان. يعني أنت ما بتشتغل مع الأمريكان يعني أنا أحترمك. اسمع يا أخ وفيق، أنا لا أتهم. إن كنت لا تعمل مع الأمريكان وتتبرى من ذلك علنا وتقول أنا ما بدي، أنا أحترمك. أنا أعلنت تحيتي للمعارضة العراقية التي لا تريد صدام حسين لكنها لا تريد أمريكا ولا تعمل أمريكا. شو بدك موقف أكثر من هيك؟ أنت فأنا تريد لي تقول أنا أسوق صدام حسين؟ لنشرك أبو عمر من الإمارات. نتمنى ذلك. ليسمع أبو عدي، حد يسمعك حتى مرت اللخمة تروح. لا رايح إن شاء الله. لا بروح إن شاء الله. لا بروح. طيب. إن شاء الله. طيب. طيب. وقت الزوابع بالزوابع. لما تكون أزمة. طيب لنشرك أبو عمر. لنشرك أبو عمر من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الحقيقة مواطن عراقي عايش بالإمارات. يعني جيد بالإمارات مقديم. الحقيقة احنا بالعراق المعارضة ما نعتبرهم يعني قيمتهم صفر، لانه الحقيقة ماكو واحد بيهم تاريخه مشرف، يعني كلهم تاريخهم مشبوب. بما فيهم الاخ اللي بتناظروه يعني وفيق السامرائي، لانه هو كان احد ادوات النظام، مو صحيح؟ خسه. السؤال اللي دا اوجهه لوفيق السامرائي، اذا انت تقول انا معارضة وانا فعلا مخلص، كيف نضمن انه من تجي للحكم راح تحكم طريقة غير طريقة صدام؟ وبالاساس انه انت في من احد ادوات النظام. طيب سيد ابو عمر شكرا جزيلا. وفيق السامرائي تفضل. نعم احنا مو ادوات نظام، احنا قادة في الجيش وقادة في الاجهزة الامنية. نعم وندافع عن العراق ونحرص على سمعة العراق ولسنا خجلين من ذلك، بالعكس فخورين في هذا الشيء. أما أن يقول فإن هنالك من المعارضة ليس فيهم من لديه سمعة مشرفة، فأقول لك تخسع ولو ما يصير هيك أقول. لأن أنت ما يصير تطلق الأحكام جزاف وعيب، ولازم الإنسان يحترم نفسه ويطلق ألفاظ مؤدبة. العراقيين كلهم معارضين من أقصى الشمال إلى أدنى الجنوب، ولسنا نحن صدام راد يذبحنا وانهزمنا غادرنا العراق وشنينا عليه حرب بقدر ما نستطيع من الحرب النفسية وغيرها داخل العراق وخارج العراق، وعملنا ضد داخل العراق وخارج العراق. نحن جزء من المعارضة. المعارضة الحقيقية هي داخل العراق، كل العراق بكل فصائله بكل فسيفساء الجميلة. من يضمن؟ لا لا ليت بلا اريد جواب. من يضمن انك لا تحكم مثل لا سؤال. طيب لا اريد جواب على هذا الكلام. يعني قال كلاما مهما ان المعارضة الحقيقية. طيب دقيقة واحدة لو سمحت. المعارضة الحقيقية هي داخل العراق كما قال وفيق السامرائي، وهناك أمثلة كثيرة. لنتذكر يعني تمرد تمه أو ثورة 91 إلى ما هنالك من هذا الكلام، محاولات الاغتيال على رموز النظام المتكررة. يعني ماذا يمكن أن نفهم من هذا الكلام؟ لماذا نقول فقط أن المعارضة موجودة في الخارج وهي تأتمر بأمر الأمريكيين وتقبض من الأمريكيين والبريطانيين؟ هناك معارضة في الداخل والدليل واضح. يعني أصبح نحن نبحث هنا علاقة المعارضة بالأمريكان، لا نبحث وجود معارضة. من حق الجميع أن يعارض، بالعكس نحن نطالب لأن يكون لك معارضة في كل حكم. مثلا شخصيا أنا أؤمن بأن المعارضة يجب أن تكون الداخل عند الجميع. طب لماذا تأخذ على المعارضة العراقية أن تتعامل بشكل السلاح؟ طب لماذا تأخذ على المعارضة العراقية أن تتعامل مع الأمريكيين؟ يعني الأنظمة
كل الأنظمة العربية تتعامل مع الأمريكيين في السر يعني والعلن، حتى أن قمة عربية لا يمكن أن تعقد إلا بموافقة أمريكية، وتأتي وتقول المعارضة العراقية يا أخي لا تعمل معنا. لماذا يعني؟ أنا أشكرك على السؤال. ابتداء أردت وقلت لك لماذا نتناظر نحن هنا مع نريد أن نتناظر مع العرب الذين يحاصروا العراق. موقف هؤلاء العرب مدان، العرب أيديهم ملوثة بالدم العراقي، الحصار على العراق، العرب أيديهم ملوثة، نحن نجوع العراق. الحصار على العراق حصار عربي قبل أن يكون أمريكي. لو لم يحاصر العرب العراق لما كان هذا الموت. هل من أجل تغيير صدام حسين نقتل مليون مليونين عراقي من أجل مثل هذه المعارضة حتى ترضى أمريكا؟ طيب لنشرك دكتور محمد المسفر من قطر، تفضل يا سيدي. أولا أحيي الأستاذ ليث شبيلات، وأيضا في نفس الوقت أهني CIA بدرجة عالية جدا جدا لتوظيفها للأستاذ فائق السمرائي، لأنه أفضل مدافع أو وثيق السمرائي يوصي أفضل مدافعا، لأنه كان تلميذا لها في العراق وكان مدربا تدريبا جيدا إلى حد أنه يوزع الحديث على أنظمة عربية نحن نكن لها كل الود والاحترام وعلى استعداد أن نفديها بأرواحنا دفاعا عنها وعن أمتنا العربية. في نفس الوقت نحن يا سيدي نقول أن المعارضة العراقية، هناك معارضة عراقية شريفة نحترمها كل الاحترام طبعاً. هذه المعارضة الشريفة متواجدة على أرض العراق وعلى تراب العراق وبين أبناء العراق، ولهم أقارب وأفراد في خارج العراق، لكن انتمائهم عراقيا وطنيا عربيا لا ميولا ولا اتجاهات ولا تلوثا بأياد الصهاينة من أمثال سعات المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية التي تجوب عواصمنا هذه الأيام. يا سيدي مع الأسف الشديد كما يظهر لنا الآن من كل وقت وآخر، يظهر لنا أحد الذين يدعون بأنهم معارضين للنظام العراقي والذين خدموه خدمة جليلة لأكثر من 20 عاما، ونسأله سؤالا، كم رجل عراقي أو كم طفل أو كم امرأة في ذمته منذ أن تولى مركزه حتى خرج منه؟ ولعل النائب العمالي جورج جالاوي أحد العمال البريطانيين في البرلمان البريطاني قبل 4 أيام ألقى خطاب جليل يدافع عن العراق بأنه يتعرض لمأساة لم يتعرض لها التاريخ شعب في تاريخ حياته على الإطلاق منذ القدم. هذا الشعب العراقي العظيم الذي منذ 1700 قبل الميلاد وهو يعطي ولا يأخذ. أيوة. هذا الشعب الذي ضحى بكل شبابه في كل قضايا أمته العربية، الآن مرت عليه أزمة، هل نسمح لطغاة العالم وتجار فساده الولايات المتحدة والصهيونية العالمية من ورائها أن تدمر شعب العراق وحضارته وتاريخه أمام أعيننا وأبصارنا نحن الأمة العربية والإسلامية؟ هل نسمح لهؤلاء الذين يدعون بأنهم هم معارضة ويعيشون في فنادق الدرجة الأولى ويتحركون في بلاط وزارة الخارجيات الدول المعادية لأمتنا، هل نسمح لهم أن يقيموا نظاما بيننا؟ نحن نقول لهم مرفوضين جدا، نحن لسنا مع الطغيان من أي زعيم عربي ولا دكتاتوريته ولا ظلمه ولا طب. لكن سيد دكتور مسفر، لكن دكتور مسفر أنت تتحدث يعني كما لو أنه الأنظمة العربية أنظمة مستقلة وليس لها علاقة لا ببلاط وزارة الخارجية الفلانية ولا بأمريكا وإلى ما هنالك. الموضوع معروف يعني، ولا نحمل المعارضة العراقية كل هذا العبء، وكما لو كانت الأنظمة العربية لا علاقة لها بأمريكا لا من بعيد ولا من قريب، ولا نريد أن ندخل في التفاصيل. أنا أريد أن أعلق على هذا. طيب. طول عمرها المعارضة في العالم العربي وفي العالم الثالث تقف في وجه أنظمتها لأن أنظمتها لها علاقة بالأجنبي. هذه أول مرة نجد أنه معارضة علنا تتسابق مع الأنظمة الأخرى لكي تقيم علاقات مع الأجانب. طيب لنشرك السيد إسماعيل من السعودية، تفضل يا سيدي. بالنسبة لأخيك السمرائي، لماذا بقي ساكتا طول هذه الفترة ومن ساعة ونصف بدأ أنه غادر العراق وبدأ يتكلم ويقول وذكر أنه أثناء حرب إيران، أثناء حرب إيران لماذا بقي ساكتا؟ طيب شكرا سيد إسماعيل. سيد سامر رائي، أعتقد سمعت الدكتور المسفر ومن بعد يا سيد إسماعيل تفضل. نعم، أولا أنا سمعت كلام المسفر
وما أدري هو معروف متعاطف مع صدام طبعا، هذا كنا نسمعني ونعرفه أيضا، وأتمنى أن يكون تعاطفه مو بالكلام هيك وبالإساءة للآخرين وتدريب السياي. إحنا السياي وغير السياي ما بتدربنا، إحنا ندرب كيف يكون المنطق ونعرف كيف يكون الكلام الصحيح، ولا نسمح بالتجاوز. مرة أخرى أقول يجب أن يكون المتكلم أي متكلم مؤدبا في كلامه، وإلا سيتلقى رد وسأنهي مع الكلام بطريقة أخرى. هذا واحد. لكن يعني السيد زمن رأي السيد المسفر يعني قال كلاما قد يكون يعني لا أعتقد لا أنه كلام جارح، بل قال إنه أهنئ المخابرات، أهنئ الاستخبارات الأمريكية بوجود شخص مثل حضرتك يدافع عنها. يعني قال كلام أعتقد أنه ليس كلاما جارحا، إلا إذا أنت أردت أن نعم. هذا خروج عن المنطق. احنا ما دافعنا عن الامريكان، وانا بالعكس قلت لكم انا ما عندي علاقه مع الامريكان، ولو كانت علاقه كان اقول من هو محمد المسفر كي يعطينا درس في الوطنيه والقوميه. نحن لا نريد ان نحول الموضوع الى موضوع شخصي يا سيد سمراء. نعم ولكن حتى ندخل في الموضوع. نعم احنا اللي دافعنا عن العراق، احنا اللي حمينا العراق من حرب 8 سنوات، احنا اللي دافعنا العراق في ظروف صعبه جدا دافعنا عنه، وليس محمد المسفر الذي يدافع عن النظام الان. اذا كان يريد الدفاع عن العراقيين فليدعو لجبهه عربيه لاحقاق الحق واسقاط النظام، وذاك الوقت هي تنتهي عقده الاخ شبيلات مع الامريكان، واحنا نأيده. لا امريكا لها وجود ولا غيرها بيكون، ولكن مو على اساس اعاده تسويق صدام. عقدتنا مع الامريكان عقده شريفه، أن نعادي الأمريكان وعندنا عقدة منهم. اللي ما عنده عقدة من الأمريكان متهم يا أخي. بعدين استنادا للجامعة العربية أنت تريد أن تتدخل في نظام عربي، تريد من العرب أن يستمعوا لصاحب نظام عربي؟ يعني لا هذا كلام موجود. لا سيد لا دقيقة وفي استمر رأي دقيقة. هناك كلام لسام براونباك رئيس لجنة العلاقات الخارجية الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بعد جولته في الشرق الأوسط قال بأن المسؤولين في تركيا والسعودية والكويت والأردن وغيرها قد أبلغوه بأن إزاحة النظام هو أمر أساسي الآن، فلماذا تأتي وتأخذ على المعارضة العراقية؟ يعني هناك شبه إجماع عربي على هذا الموضوع. يعني هون قال لك أنه يدافع عن هؤلاء. أنا لولا أن هنالك تواطؤ إقليمي على العراق، وهذا التواطؤ مدان، أنا أدير الدول العربية التي تتآمر على العراق يا أخي، أنا لا أدافع عنهم. بالعكس قلت لك، أنا مش تحقير، يعني قلت لك الكلام مع حصان طروادة مش الكلام، تكلم مع الآن مع المسؤولين في الأردن، مع المسؤولين في سوريا، مع المسؤولين في إيران التي تحاصر العراق وت